بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة سنة رابعة متوسط، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات من أجل العلم من أجل الاستفادة. إذا يوم جبت لكم درس على ترييض مشكل أو مسألة. إذا لترييض أي مشكل عليكم الاتباع الخطوات التالية. أولا وقبل كل شيء قراءة وفهم، خاصة وفهم المشكل أو المسألة، لأن صدقوني أن فهم السؤال نصف الجواب، وفي بعض الأحيان فهم السؤال هو الجواب كله. ثانيا بعدما قرينا وفهمنا المسألة نختار المجهول X، بعد ذلك راح نكتب المعادلة الموافقة لهذا المشكل. رابعا نحل هذه المعادلة لإيجاد قيمة X، ثم أخيرا خامسا الإجابة على السؤال المطلوب، سادسا التحقق من النتيجة. إذا إليكم هذا التمرين، راح نطبق كل هذه الخطوات. إذا التمرين يقول، انتبهوا معي، عليكم كما قلت الخطوة الأولى قراءة وفهم المشكل. يقول التمرين: مجموع عمر فاطمة وأمها وجدتها 90 سنة. إذا هنا كاين ثلاث أشخاص، الإبنة والأم والجدة، هذه كأول معلومة. ثم المعلومة الثانية من هذه الجملة، عمر الأم من الإبنة زائد عمر الأم زائد عمر الجدة كم تساوي؟ جيد، تساوي 90 سنة. نكمل الجملة، ما هو عمر كل واحدة؟ السؤال هنا عمر، يطلب منكم إيجاد عمر الإبنة وعمر الأم وعمر الجدة. نتابع، إذا علمت، هنا كيقول لك إذا علمت، هنا معطيات لكي يساعدك على حل هذا التمرين. إذا علمت أن، إذا المعطاة الأولى، عمر الجدة هو ضعف عمر الأم، وعمر فاطمة اللي هي الإبنة هو ثلث عمر الأم. هنا وش راح نستخرج؟ لاحظوا معايا، أولا راح نستخرج ما معنى ضعف. ضعف معنتها في اثنين، في اثنين، العدد في اثنين. ما معنى ثلث؟ ثلث معنتها واحد على ثلاثة. هذه كمعطيات فقط، لم أدخل في حل التمرين. ثم المعلومة الثالثة، ولاحظ هذه حنمدها لكم كمعلومة تشدوها باش تعاونكم، يعني تعاونكم بزاف هذه المعلومة. عمر الأم نلاحظ أنه يتكرر في الجملة الأولى ويتكرر في الجملة الثانية. إذا لتسهيل المهمة راح يكون الكلمة المتكررة أو عمر هذا الأم هو اللي حيكون الإكس، هو اللي راح يكون الإكس. الآن نولي للحل، وش راح ندير؟ الخطوة الثانية كما قلت اختيار المجهول. إذا المجهول هنا من هو؟ هو عمر الأم. لماذا؟ لأنه عمر الأم يرتبط بعمر الجدة ويرتبط بعمر الإبنة. إذا راح نفرض أن عمر الأم هو X. الآن راح أترجم عمر الأم بدلالة X. قلت أن عمر الجدة هو ضعف عمر الأم. ضعف، ما معنتها ضعف؟ راح نضرب 2 في عمر الأم اللي هي X. ثم قلت عمر فاطمة هو ثلث، إذا راح نضرب أيضا 1/3 في عمر الأم اللي هي X. ثم احنا قلنا أن عندي معلومة أخرى، أن مجموع الأعمار تساوي 90. إذا راح نجمعهم، نجمع كل هذه الأعمار، إذا اللي هي الآن دخلنا في الخطوة الثالثة اللي هي كتابة المعادلة. لاحظوا معي، X زائد 2X زائد 1/3 X تساوي ماذا تساوي؟ قلت أن مجموع الأعمار هي 90. نتابع، دخلنا في الخطوة الرابعة. ما هي الخطوة الرابعة؟ حل هذه المعادلة، يعني إيجاد قيمة المتغير X. راح نحلها كما نحل أي معادلة. وش راح ندير؟ راح أول شيء نوحد المقامات. هنا المقام المشترك نلاحظ أنه هو 3، إذا ممكن نكتب هنا 3X/3 زائد، هنا المقام هو 1، إذا نضرب في 3 في 3 تولي لي 2 في 3/3 X زائد 1/3، نخليه كما هو لأن المقام هو 3،
تساوي 90. نتابع الحل. إذن قلت المقام المشترك هو 3، إذن نكتب خط كبير هكذا، نكتب 3 ثم نحسب 3x زائد 2 في 3، 3x زائد 6x زائد 1 x يساوي 90. تابعوا معايا. إذن 3x زائد 6x زائد 1x 10x، 10x على 3 يساوي 90. نتابع. إذن نضرب في 3 طرفي المعادلة، هنا في 3 في 3 باش تروح لي الكسر، باش يروح لي المقام في 3. إذن واش تولي لي المعادلة؟ تولي لي المعادلة هنا 3 مع 3 يروح، واش يبقى لي؟ يبقى لي تبه فقط 10 إكس ماذا يساوي؟ يساوي 90 في 3 تساوي 270. هذا الاستخراج إكس راح نقسم على 10، نقسم على 10، إذن إكس ماذا يساوي؟ يساوي 270 على 10 وتساوي 27. ماذا يمثل إكس يساوي 27؟ قلنا أن فرضناه عمر الأم، إذا راح نكتب عمر الأم هو 27 سنة. نتابع. إذا كتبت عمر الأم هي 27 سنة. الآن عمر الجدة كم هو؟ عمر الجدة هو ضعف، إذا ضعف عمر الأم، راح نكتب 2 في 27 شحال تمدلي؟ تمدلي 54. إذا نكتب تساوي 54 سنة بدون ما ننساو الوحدة. إذا ما هو عمر الجدة؟ عمر الجدة هو 54 سنة. الآن عمر الإبنة فاطمة كم تساوي؟ قلنا أن عمر الإبنة هو ثلث، ثلث ماذا؟ عمر الأم، يعني 27 تقسيم 3 وتساوي 9، 9 سنوات. إذن أخيرا عمر الأم 27، عمر الجدة 54 سنة، وعمر فاطمة 9 سنوات. في الأخير أتمنى أن يكون التمرين مفهوم للجميع، مراجعة موفقة وبالتوفيق للجميع. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الملتقى إن شاء الله.